السلام عليكم خوتي، تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب. بلا ما ننساو خوتنا اللي بغربة، رمضان كريم لكل جزائريين داخل وخارج الوطن. اليوم خبر لقيناه في موقع فوت ميركاتو، خبر جديد ويعني خبر يقدر يقولوا حصري كما راكم تشوف، حصري، خبر حصري لموقع فوت ميركاتو. فوت ميركاتو هذا يعني عنده مصداقية مقبولة عكس بعض المواقع اللي معروفة مثل كاشيو ميركاتو، مثل هذا موقع عنده مصداقية مقبولة جدا. الخبر يقول باللي مانشستر سيتي يريد اللاعب بن ناصر، ولا في مخططات نادي مانشستر سيتي اللاعب بن ناصر. ايضا يتكلموا انه بعد ما باريس سان جيرمان غازل اللاعب وكان حب يبغي اللاعب بمبلغ صغير. الشيء الاخر اللي قبل ما ندخلوا في تفاصيل الخبر، يعني الشيء اللي يصدم وهذا الواقع معارض وقلتها سابقا والوقت اعطاني الحق، انه اي لاعب سواء في قاره افريقيا ولا في اوروبا عنده اعلام يحميه وعنده بروباغندا خصو يقعد لاعب ستار. هنا العكس، الجزائر ما كانش انني شريته ارسنال، واسماعيل بن ناصر تخلات عليه ارسنال رغم انه الموهبه نتاعو لاعب شاب. هنا تفهم بوكو تشوز، عندكش اعلام قوي تبقى لاعب ضعيف. اسماعيل بن ناصر اللي ابهر الايطاليين يطلبوا فيه 20 مليون، ما عندكش اعلام قوي اللي يضرب عليك، ما عندكش لا غال. هذا واقع. انا كي نشوف كارزوفا كيش اسمه تاع الاريير غوش تاع باريس سان جيرمان لاتليتيكو مدريد تجري من وراه، وغلام ما كانش، رامي بن 70 اللي راه طالع ما كانش. هنا اعلام، ما عندناش بروباغندا للاعبين تاعنا، بالعكس ما عندناش لا غالب. هذا واقع مارير. اسماعيل بن ناصر 20 مليون اورو. اسماعيل بن ناصر كون جا لاعب مصري ما نقولوش لاعب فرنسي ولا برازيلي ولا الماني ولا ايطالي ولا برتغالي، كون جا مصري يطلبوا فيه 100، كون جا مصري يطلبوا فيه 100، خطر على اعلام قوي، اعلام ما كانش اعلام تاع مصالح حاش البعض. هذا خرجنا عن الموضوع لكن هذه حقيقه، والله غير حقيقه خاوتي. ما عندكش اعلام قوي نتاع بلادك تبقى في نظر الغير لاعب ضعيف. أهم يكون لازمك الميديا وسائل الاعلام تهضر عليك، وسائل الاعلام تمدحك، دير لك اشهارات تبينك. هذه حقيقه، للاسف هذه حقيقه، ما نقدرش نخبوها. نرجع لموضوعنا. اذا بعد ما الضجه اللي دارتها باريس سان جيرمان وكذا، الان الاعين على مانشستر سيتي على اللاعب. وايضا يتكلموا انه بعد سسبوندو، يعني الفريق تاع مانشستر سيتي معاقب بعامين في كل المنافسات الاوروبيه، وراحوا ومانشستر سيتي لجا للطاس في القضيه نتاعو، وتكلموا على فارق النقاط وتكلموا كذا وكذا، وتكلموا ايضا انه مرتبه ثانيه لمانشستر سيتي، ينتظروا ان الطاس تنصف فريق مانشستر سيتي باش يقدر يستقدم لاعبين شباب ولاعبين يعاود يبني فريق جديد. هنا ايضا الخبر هذا اللي حابين يغيروا اللاعبين تاعهم، هذا الخبر تكلمت انا سابقا في مانشستر ايفنينغ لما قلت باللي دافيد سيلفا راح يلعب في الماريكان. وبالفعل مع الوقت تتاكدوا من الخبر هذا، انه الكبر اللاعب نتاعهم تاع دافيد سيلفا لاعب فالنسيا السابق 33 سنه، يعني كبر، لازم يبدلوا غيروا. التغيير راح يكون اما بحسام عوار او باسماعيل بن ناصر من 2010 هو في سيتيزن. ايضا هنا الخبر اللي يهمني انا، انه كي يعود مدرب واثق فيك ولا باغيك، اعرف باللي الفريق راح يشريك، ما فيهاش الا اذا عاد الميلون طالب عصام كبيره. بيب غوارديولا فان دي بن ناصر، المعجبين تاع بن ناصر. بعض المصادر الانجليزيه دو سورس انجليز، بعض المصادر الانجليزيه لي سيتيزن، يعني حابين مانشستر سيتي حابين يرونفورسيو تاعهم التشكيله تاعهم ايفيكتيف باش يشريو ريكريتيو ميليو تاع اسي ميلان باسماعيل بن ناصر.
اللي يهضروا مع تفصلوا يهضروا باللي راه جا للفريق ميلان اسي ما عندوش مده وباع جا من فريق امبولي. الشيء الاخر اللاعب الدولي الجزائري شوفوا الخبر هذا قرمني غوارديولا كي سوي لو جوور دوبوي لونغ طون يعني يتابع في اللاعب منذ مده طويله. بيب غوارديولا يتابع في اسماعيل بن ناصر منذ مده طويله. هنا تبين بلي اسماعيل بن ناصر لو كما جاش لاعب جزائري تشريه البارسا مغمضه عينيها يحطوا عليه الباكي كما يقولوا ب 100 120 150 اورو 200 مليون اورو عادي لاعب تحتاجه. ممكن يجيك مبلغ غريب 200 مليون اورو بصح لاعب عادي تحتاجه اللي باغي للعب هذا يمد عادي. مي بصح كي عاد الجنسيه الجزائريه والجنسيه الجزائريه واش معناها؟ معناها اعلام ضعيف، اعلام يكره اللاعبين نتاعو، يعني يبقى لاعب مهما يكون اسمه. انا كي نشوف كورزافا يتباع لاتيكو مدريد تجري من وراء كورزافا هنا تفهم العديد من الامور، تفهم العديد من انني شراوه من ارسنال وحاوزوا بالنصر، ثاني تفهم العديد من الامور. هنا يتكلموا ايضا على بيب غوارديولا المدرب السابق المدرب السابق لبرشلونه ويتكلموا انه حاب يرونفورسي الاوفونسيف ايضا. اذا باش نرجع لموضوعنا باش نختموا في الموضوع في الاخر نعاود نذكر فوت ميركاتو هذا ماهوش كانت شو ميركاتو باش نقصوا من قيمه عطال. لا حاشا لله، عطال احنا مذهبينا قلتها ونعودها يلعب في فريق كبير من نيس على الاقل يزيد المستوى نتاعو يطلع. لكن فوت ميركاتو هذه حقيقه انا يعني من الاخبار قليل نلقى اخبار يعني ما عندهاش مصداقيه. على هذا شفتكم فيديو اليوم كما تاكدت يعني من الموقع فوت ميركاتو قليل اخبار تكون ما عندهاش مصداقيه. كاين اخبار ما عندهاش مصداقيه حقيقه لكن مشهور هذا يعني معروف بالمصداقيه نتاعو. اما كالشو ميركاتو انا ما ناخذش عليه. قالوا على مجيد بوكرة راح يلعب في مانشستر سيتي في برشلونه ما كانش. قالوا على نذير بالحاج راح يسني في برشلونه ما كانش. هذا كالشو ميركاتو اذا انا ما ناخذش عليه كالشو ميركاتو. هذا الموقع مقبول اخباره مقبوله. اليوم جاب خبر حصري هم يقول لكم خبر حصري مانشستر سيتي راهو يعاين في اسماعيل بن ناصر وباغي يباعي اسماعيل بن ناصر يدخل ضمن مخططات النادي. لكن انني قلت لكم حاله واحده زوج حالات عفوا مش حاله واحده زوج حالات ممكن ما يلعبش مانشستر سيتي ولا ما يشريش مانشستر سيتي انها لا كان طاح في الدوزيام ديفيزيون هبطت وترسمت العقوبه نتاعها. هذه واحد ما يقدر يلعب في مانشستر سيتي ام حتى لي جوار نتاعها محرز راح يروح اغويرو يروح كيفين دي بروين يروح. الشيء الثاني انه ميلان ما يطلقش مانيش حاب نبيع اللاعب نتاعي انا حر. هذه ممكن ميلان يصعب العمليه البيع ولا العقوبه تترسم عليه. لو ما تكونش هذا من الزوج احتمال كبير يروح لميلان مانشستر سيتي. لما تقرا في الخبر انه غوارديولا من معجبين بابن ناصر وتقرا ايضا باللي غوارديولا راح يتبع في بن ناصر من مده طويله هنا يعني باللي بن ناصر داخل ضمن مخططات مان سيتي. اذا انا الشيء اللي نقدر نقوله باللي حرام انه واحد كيما هذا يلعب في ميلان. ما احترامي للميلان الناس تقول لي ميلان تكره ميلان لا بالعكس الوالد تاع ربي يرحمه من الاشد المعجبين من ميلان بوبان وتشيفتشينكو ولاكليك القديمه وديدا ونزاغي وكاين تاع الستينات والسبعينات والثمانينات يعني معجبين بالميلان. انا الثاني كنت متبع في الميلان اللي كانت الاسماء الكبيره بيرلو كاكا غاتوزو امبروزيني. لكن الميلان ادرس حقيقه تقهقر بقى اسم الميلان اسم كبير عريق فريق عريق عنده تاريخ كبير لكن السنوات الاخيره تتكلم عن نفسها لا غالب ميلان ضعيف لحد الساعه. الى مان سيتي ما تعقبش مان سيتي مليح خاصه نعرفوا بن ناصر تيربو ربي يبارك
يناسبه طريقه اللعب نتاع السيتي. الى قلت اذا ذكرت التغيرات اللي ذكرتها، العقوبه والميلون ما يحبش يدفع. اذا خبر حصري باش نكملوا، اسماعيل بن ناصر خبر حصري من فوت ميركاتو، من المواقع الساديه يعني اللي عندها مصداقيه، مانشستر سيتي يضع اسماعيل بن ناصر تحت مخططاته، ضمن مخططاته. الشيء الثاني انه بيب غوارديولا من المعجبين بن ناصر. الشيء الثالث انه غوارديولا يراقب في بن ناصر من مده طويله، هذه شيء مهم. اذا نتمنى كل خير لاسماعيل بن ناصر الجوهره الجزائريه ومزيد من التالق. في الاخير خوتي ملاقاتنا مع مزمن الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.